السلام عليكم. سامسونج جالاكسي اي 55 5G يظهر في اهم تسريب حتى الان مع تفاصيل عن سرعة الشاحن والمعالج والكثير من التفاصيل الرائعة. تعمل شركة سامسونج على مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة من سلسلة الجالاكسي اي في الاونة الاخيرة. كانت هناك اخبار عن هاتفي الجالاكسي اي 15 5G والاي 25 5G القادمين، والان ظهر هاتف ذكي اخر من السلسلة اي وهو الاي 55 هذه المرة، إنه الهاتف الخرافي من سامسونج، سامسونج جالاكسي اي 55 5G الذي حصل على شهادة A3C. يحافظ سامسونج جالاكسي اي 55 على شحن بقوة 25 واط، ويحمل هاتف سامسونج جالاكسي اي 55 رقم الموديل SM A5560 ويدعم الشحن بقوة 15 واط. هذه هي نفس سرعة الشحن مثل الجالاكسي اي 54 من العام الماضي. وكما هو متوقع لن تقوم سامسونج بتضمين الشاحن في العلبة، ولسوء الحظ فإن القائمة الموجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية الصينية لا تكشف عن أي مواصفات أخرى بخلاف قدرة الشحن. وقد أشارت التقارير السابقة إلى أن هاتف الجالاكسي A55 5G سيتم تشغيله بواسطة معالج الأكسينوس 1480 من سامسونج، ومن المتوقع أن تتميز هذه الشريحة ببنية 8 النواة مع 4 نواة كفاءة مسجلة بتردد 2.05 جيجاهيرتز و4 نواة لأداء مسجلة بتردد 2.75 جيجاهيرتز. سيتم تجهيزه أيضا بوحدة معالجة الرسوميات الإكسكليبس 530 من سامسونج، والتي من المحتمل أن تعتمد على بنية الرسومات RDNA2 من AMD. بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون إكسكليبس، هو اسم العلامة التجارية لشركة سامسونج لوحدات معالجة الرسومات استنادا إلى بنية رسومات AMD. حاليا يتم استخدام سلسلة الإكسكليبس 9XX التي تعتمد على بنية RDNA3 من AMD لوحدات معالجة الرسوميات المتطورة. على سبيل المثال، يحتوي السامسونج إكسينوس 2200 على إكسكليبس 920، بينما يحتوي الإكسينوس 2400 على إكسكليبس 940، وسيتم استخدامه في طرازي الجالاكسي S24 والS24 بلس. من ناحية أخرى، من المحتمل أن تكون سلسلة الإكسكليبس 5XX مخصصة للطرز متوسطة المدى وقد تعتمد على بنية RDNA2. لا يزال من غير الواضح متى سيتم إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي A55 5G، ولكن يمكننا أن نتوقع سماع المزيد عنه في الأيام المقبلة. برأيك، ما هي أبرز ميزة يجب أن يأتي بها هذا الهاتف الخرافي من الفئة المتوسطة العليا لسامسونج ومحبوب الجماهير؟ شاركونا عبر التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.